صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، صباح مليان حب وسلام أمل وتفاؤل. حلقة جديدة اليوم من صباح جديد على القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. طبعا كالعادة معنا النهاردة موضوعات متعددة، قصص متنوعة ومفيدة، ولكن قبل ما نبدأ حادثنا وفقرتنا الأولى لازم أصبح في الأول على زميلاتي شيرين وآية. صباح الخير. صباح الخير يا ليلى. صباح النور. اليوم يوم مميز يا صبايا، اليوم عيد الحب، بتمنى لكم هابي فالنتاين يا شيرين. بس يعني لمشاهدينا اكيد ما اظنش وقت الاحتفال، وقت الاحتفال بعيد الحب دلوقتي. خلوني قبل ما ابتدي الفقره الاولى اسالكم عن، خليني ابتدي معك يا ايه. دايما بتحبي تساليني. بحب قوي. عايزه اعرف قد ايه بتحسي انه عندك قدره على التواصل الاجتماعي، على فهم الاشخاص ربما المحيطين حواليك ان كانوا اصدقاء أهل أو حتى في علاقتك العاطفية مثلاً، قد أنت قادرة على فهم الناس بطريقة الصح؟ احكي لنا بقى. لا بصي يا ليلى، أنا يعني في فكرة الذكاء الاجتماعي وإن أنا يكون عندي قدرة إن أنا أفهم الناس اللي حواليا، دي دايماً مع الناس القريبة قوي مني أو المحيطين بالدايرة الموجودين، من سواء من أصدقاء أو أهلي. الباقي ما بتتعبيش نفسك معاه؟ لا مش ما بتعبش نفسي معايا، بس هي الفكرة إنه يعني دول المضطر عليهم. يعني طالما شخص مش قريب مني ما بحاولش إن أنا إلا اذا كان في موقف مثلا يضطرني ان اتعامل معاه. لكن هي الفكره ان انا دايما، يمكن انا شويه من الشخصيات اللي بحاول لو شخص جديد بتعامل معاه سواء في دايره العمل او دايره الاصدقاء ان انا احاول افهمه قدر الامكان، لان هو فكره ان يكون عندك ذكاء اجتماعي، يكون عندك حكمه عموما في علاقاتك الانسانيه بكل الاشخاص، وبالتالي تعرفي تتعاملي يعني ان كان في شغلك او حتى في حياتك الزوجيه او حتى مع اصدقائك. انت يا شيرين بالنسبه لك ايه، بتحسي انه عندك ذكاء اجتماعي او يعني ذكاء عاطفي؟ جدا. أنا كتير بحب ركز مع الناس وأفهمهم وأسمعهم وأقدر مثلا الحالات النفسية اللي بيمروا فيها، ما بحكمش على الناس بسرعة. بعرف أنه دايما اللي قدامنا هو عنده حالة، عنده طبع معين لازم أتفاهم معاه، ما تتعامليش مع كل الناس نفس الحاجة، فأنا بركز مع الناس وعندي طولة بال الموضوع ده. ده حلو جدا، حتى ربما يمكن حركة الإيد، حركة لغة الجسد، لغة الجسد، حركة الوجه، عموما كل التعابير اللي احنا بنقوم فيها بتدل على حاجة معينة جوه النفس البشرية. وانت اللي سألتينا بقى. انا صراحة برضو مستمعة جيدة جدا جدا، يعني بسمع اكتر ما اتكلم. اصحابك بس ولا بتنفتحي على الناس الجديدة او الغريبة؟ لا بنفتح على الأشخاص الجديدة والغريبة، بس أكيد أصحابي بينالوا القدر الأكبر يعني من الاهتمام بالنسبة لي. وغير كده أنا بحس الموضوع ده برضو يعني في إحساس، في إحساس إنه الشخص ده كويس ولا مش كويس، ده ربنا كده بيديني إحساس أبعد ولا أقرب. حتى أنا بس عايزة أضيف حاجة، إنه أنا اللي بيخلق لي تحدي حتى الناس اللي عندها عقد أكتر، شخصيتها مركبة وغريبة، بحب أركز معها أكتر. ده اللي يعني عايزة أقوله تحديداً، لأنه النفس البشرية هي عبارة بالفعل عن منظومة شديدة التعقيد من المشاعر، الأحاسيس، الأفكار. يمكن من أول خطوة خطاها الإنسان على الأرض كان بيحاول دايماً إنه يفهم الآخرين من حواليه، ده علشان طبعا يقدر ان هو يتعايش ان كان في شغله ولا حتى في حياته، سواء كنا بشر او حتى الكائنات الاخرى يعني على سطح الكره الارضيه. البيئه دي دخلت خلت الانسان يطور مع مرور الزمن من مهارات فهمه للاخر، خصوصا مع تكون المجتمعات الكبيره. عشان كده بيحاول انه يوطد علاقاته الانسانيه وصداقاته مع جيرانه وكمان معارفه. في دراسة حديثة أجراها خبراء في جامعة هارفارد قالت أنه تطوير القدرة على فهم مشاعر الآخرين وقراءة طريقة تفكيرهم هي من أبرز مهارات الذكاء العاطفي. ده الموضوع طبعاً اللي بيشغل بال كثيرين من علماء النفس والأطباء، حتى مديرين الأعمال ومدربين الموارد البشرية، لأنه الذكاء الاجتماعي هو نوع من الذكاء العاطفي كما ذكرنا يعني يا شيرين في البداية، واللي بيحتاج لمراقبة وقراءة الآخرين علشان نقدر نفهمهم صح. وده النوع اللي بنكتسبه يعني عن طريق اكتساب هذه المهارة تحديدا. وللاسف احنا دايما بناخد بالنا انه احنا ما كناش كده، ولا تربينا كده، ولا في السن الصغير كنا كده، ده مع خبرة الحياة، وعشان يعني كنا المواقف والتجارب اللي مريت فيها قابلنا ناس كتير، فخلانا نعرف انه مكسب الناس دي بتعمل لنا راحة لينا اصلا. ومن خلال الدراسة برضو اللي كنت بقراها يعني ممكن الشخص اللي بيكون عنده نوع من انواع الذكاء الاجتماعي او العاطفي اظن انه بيكون
ينجح في حياته وإن كان العملية أو حتى ده الشخصية. ده اللي بنتعلمه صح. والفكرة كمان أنه مش حاجة سهلة خالص أنك تتوقعي مشاعر الآخرين أو تحاولي تفهميها، يعني حاجة صعبة جدا صراحة. وفي ناس عندها قدرة هائلة في إتقان الفن ده، ولو قدرنا نسميه فن يعني بيكون عنده مهارة أنه يفهموا شو بيشعر فيه الإنسان الآخر من غير حتى ما يتكلم ولا يشرح عن الحالة اللي هو فيها. وفي ناس تانية ما عندهمش المهارة دي خالص وبيكونوا غير مهتمين باللي بيحس في الأشخاص أو الناس اللي من حولهم. والحقيقة أنه النوع هذا الثاني هو محتاج يكتب أو يكتب النوع ده من المهارة، لأنه بالتأكيد بيواجه مشاكل في محيط أسرته وعمله أو أصدقائه صحيح. أو حتى مع شريك الحياة. يعني عشان كده حددت جمعية خبراء التنمية البشرية الأمريكية طرق ممكن نقدر من خلالها نحسن مهاراتنا بالشعور بالآخرين وفهمهم. فعلا لازم يكون عندك مهارات معينة عشان تتمتعي بيها الذكاء الاجتماعي، ومنها طبعا يكون عندك قدرة على إدارة الحوار، ويكون عندك كمان قدرة على الاستماع الجيد للآخرين. وعشان كده أول نصيحة قالت إن إحنا نبدأ بمراقبة سلوك الآخرين ولكن عن قرب، لأن البشر بطبيعتهم أو بفطرتهم عندهم شعور إنه يحس بالآخرين. زي ممكن زي ما أنت قلتي يا ليلاس، عندهم قدرة إنك ممكن تشعري بالآخر من خلال متابعة ملامح وجههم فقط. وبيعتقد العلماء إن السبب وراء الظاهرة دي هو اللي بيحصل في خلايا دماغ الإنسان، ودي أعصاب أطلق عليها العلماء أعصاب المرآة، واللي بتنتج ردود فعل مماثلة لو شفنا حاجة قدامنا بتحصل، زي مثلا في حالات أو أوقات الغضب أو حالات الفرح أو الحزن الشديد. عشان كده تحفيز النوع ده من الأعصاب هيساعد بشكل كبير جدا إن احنا نفهم اللي حوالينا بشكل أفضل. عايز أقول برضو يعني كما ذكرت في البداية، ده بيخلينا أنجح إن كان في شغلنا في حياتنا العملية أو الشخصية، كمان بيخلينا ربما نكون صداقات ممكن تكون أعمق نوعا ما من أنه تكون مجرد صداقات شخصية. لما تفهمي الشخص الآخر تعرفي هو دلوقتي زعلان فتعرفي تتعاملي معاه إزاي، أو دلوقتي يعني مبسوط. كمان للأسف ما نتسرعش بالحكم على شخص، مش إذا هو مش بيضحك يعني مش حبيبنا. يعني ما نتهتمش كتير بالشكليات، لازم ندخل في العمق أكتر. وكما قلت في الأول برضو في حاجة اسمها لغة الجسد. عايز أقول لكم يا بنات أنه ممكن يكون في تدريب مثلا معين، لأنه مش كل الناس ممكن تقدر تفهم تعبيرات الجسد أو لغة يعني الجسد. بس ممكن إحنا نتمشى في مول أو في كافيه أو إحنا في الشارع إحنا في الشغل، نحاول نركز مع الناس اللي حوالينا علشان نشوف الرياكشنز أو ردات الفعل، لغة الجسد بتاعتهم إزاي، ونتعلم شوية شوية يعني نكتسب المهارة دي. وده طبعا بينصح فيه خبراء التنمية البشرية إنه نجرب ده يوميا في حياتنا، كما ذكرت سواء كنا ماشيين في الشارع أو في المول أو حتى قاعدين في كافيه، ونلاحظ كل تغييرات لغة الجسد وتعابير الوجه عند معظم الناس. صحيح. وهذا الموضوع بيخلينا نرتبط أكتر، يعني بيعطينا شعور بنحس باللي معنا، نكون مستمعين جيدين للناس اللي موجودة، وده بجد بيخفف كتير مشاكل، بيخفف استرس، بيكفي يعني ضغط اللي بنشوفه بالشغل وبالحياة العامة. فلازم نحن نقف جنب بعض ونحس بالآخر. مش حاسة أنه بيخفف استرس بس يا شيرين، لانه يعني بتخلق مشاكل اكتر لما انت تكوني بوسط ناس مش قادره تفهميهم ولا يفهموكي. يعني لو هو تعصب او زعل او حزين بس برضو بيزيد نسبه احساسك بالاشخاص، فبيزيد بيدي طاقه سلبيه للمكان. يعني انت لو انا مثلا عندي حاله حزن ولا هي لو ما وقفتوش جنبي يعني اعملوا كده بيقلب بطاقه سلبيه. هي بتتكلم يا ليلاس في فكره انه لازم نكون عندنا القدره دي عشان حتى الناس الاخرين يستوعبونا في مشاعرنا وقت الحزن او الفرح. كمان يمكن زي ما انا قلت يكون عندنا قدره على اداره الحوار الجيد، ونكون كمان مستمعين جيدين للاخرين، ونقدر نفهم مشاعرهم اللي بترتبط في الغالب ان احنا نستمع ليهم بشكل جيد. واكيد كل ما بنسمع لغيرنا بشكل افضل ده هيزيد شعورنا بالارتباط معهم وبقدرتنا على ان احنا نفهم اكيد ايه اللي بيحسوا بيه بشكل اكبر وبشكل صحيح. وخاصه ان كتير مننا بيصنف نفسه انه مستمع جيد للغير، لانه في حاجه مثلا بسيطه، لكن بننسى انه في معظم الاوقات او معظم الاحيان بنكون منشغلين بالتفكير في رد فعل مناسب للفعل اللي حصل قدامنا، او بنفكر ازاي ان انا ارد على وجهه النظر اللي قدامي اكتر من ان انا افكر ان انا افهمه او احاول استوعبه بشكل جيد. وعشان كده لازم ندرب نفسنا على الحوارات اليوميه ونستمع ليها، لان اعتقد ان دي بنعملها كتير جدا في حياتنا سواء المهنيه او الشخصيه، اكتر من نفكر ازاي ممكن نرد بشكل مناسب اكبر ان احنا نستمع افضل للاخرين. بتيجي من خلال الخبره يعني اظن في بعض التست النفسيه اللي بتتعمل يعني في معظم الاحيان
أظن أنه أنت تفهمي الآخرين المفروض يكون ده نوع من التفكير التحليلي، يعني أوريدي دماغك بفكر بطريقة تحليلية وتركيبية أكتر ما يكون بفكر بطريقة مبسطة. عايزة أقول برضو أنه أوقات الشخص اللي قدامنا لو بيمر بأي حاجة صعبة ولا مشاكل، هو مش محتاج نحن نحلل أو ندي رأينا ولا نكون إحنا وجهة نظرنا الصح ولا غلط، قد ما أنه نسمعه ونحسسه أن إحنا جنبه. هيك بتكون خلصت فقرتنا الأولى، فاصل قصير ونبدأ معكم فقرة صباح جديد لليوم.